وللمتابعة أكثر ينضم معنا مراسل الإخبارية خالد نجاح من تونس. صباح الخير خالد، كيف هي الأصداء بعد قرار قيس سعيد بالاجتماع الطارئ الذي أعفى من خلاله هشام المشيشي؟ نعم زميل بدر، شهدت تونس بالأمس مجموعة من التحركات الاحتجاجية في كامل أنحاء البلاد، تقريبا حقيقة لم تتسم بدرجة كبيرة من العنف، ولكن الرئيس قيس سعيد قدر أن هذه الاحتجاجات لم تكن بريئة وجمع في المساء القيادات العسكرية والأمنية واتخذ قرارات مهمة حقيقة فاجأت التونسيين. لا يعني لم يكن التونسيون يتوقعون أن يتخذ الرئيس هذه القرارات، وهو اعتمد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الدولة في حالة خطر داهم على البلاد أن يتخذ تدابير استثنائية بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام المحكمة الدستورية، ولكن المحكمة الدستورية ليست موجودة، لم ينتخبها البرلمان، لم يتم إحداثها رغم أن ذلك قرره الدستور سنة 2014، ولكن رئيس الدولة تجاوز عدم وجود المحكمة الدستورية واقتصر على استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وقرر أن يتولى السلطة التنفيذية بالكامل بعد أن كانت له فيها صلاحيات قليلة تتعلق بالدفاع والخارجية والأمن القومي، وقرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. حقيقة الرئيس كان منذ فترة يفكر في إقالة هشام المشيشي، لأنه لما كلفه منذ أشهر قليلة بتشكيل الحكومة ولقيت هذه الحكومة مصادقة البرلمان ووافق الرئيس على جميع وزرائها بعد 3 أشهر فقط من انطلاق عمل الحكومة، قرر المشيشي بين ظفرين الانقلاب على رئيس الحكومة وتغيير 11 وزيرا بضغط كبير من الحزام السياسي الداعم للحكومة وخاصة من حركة النهضة. رئيس الدولة قال إنه سيصدر مراسيم في الساعات القليلة القادمة ليعين شخصا ليتولى رئاسة الحكومة في هذه الفترة المؤقتة التي ستدوم فيها الإجراءات الاستثنائية، وسيتولى رئيس الحكومة المعين اقتراح عدد من الوزراء على رئيس الدولة، ولكن رئيس الدولة خلافا للدستور هو الذي سيعين رئيس الوزراء، ولا فائدة باعتبار الإجراءات الإدارية أن يتم المصادقة عليهم من البرلمان. رئيس الدولة يقول إنه بلغته معلومات أن هناك العديد من الأشخاص ستتولى هذه الليلة توزيع الأموال لتأجيج العديد من الأعمال الإجرامية وحتى الإرهابية، وهدد أن كل واحد يطلق رصاصة على الدولة سيواجه بوابل من الرصاص. يعني الفصل 80 من الدستور يفسره البعض بأنه انقلاب رئيس الدولة على الوضع الحالي، ولكن حقيقة هذا هو الدستور الذي قرره المجلس الوطني التأسيسي، مدام أنه يخول لرئيس الدولة هذه الإجراءات. خالد، ما الذي يعني أن يتولى قيس سعيد السلطة التنفيذية؟ نعم، الآن الرئيس قيس سعيد هو الذي سيكون الحاكم بأمره في السلطة التنفيذية. الدستور كان يخول له فقط يعني الاهتمام بالسياسة الخارجية الدبلوماسية والاهتمام يعني بوزارة الدفاع، ولا يحق له التدخل في أي اهتمامات أخرى، لا في التنمية، لا في الاقتصاد، لا في التربية، لا في التعليم، لا في أي شيء آخر، لا حتى في الداخلية. الآن ليس يعني رئيس الدولة سيصبح هو رئيس الحكومة الفعلي، رئيس الدولة سيترأس مجلس الوزراء، رئيس الدولة هو الذي سيتخذ جميع القرارات وسيصوغها في شكل مراسيم، ليس مجبرا على أن يمر بمجلس النواب للمصادقة عليها. جميل. الآن قيس سعيد هو الذي يمسك بجميع الأمور في تونس. جميل. خالد، هل التظاهرات الشعبية ما زالت مستمرة أم أنها توقفت؟ منع الجولان في تونس يبدأ في الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس، 10 بتوقيت الرياض، يعني ليست هناك أي احتجاجات، هدأت حدة الاحتجاجات، ولكن أستمع إلى بعض السيارات خرجت الآن احتفاء بقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية،
بعض هذه القرارات تذهب حتى في مسار الاحتجاجات التي حصلت بالأمس والتي طالبت بحل البرلمان. الدستور لا يسمح لرئيس الدولة أن يحل البرلمان، ولكن تجميد البرلمان هو بمثابة حل. الآن البرلمان لا يحق له أن يشتغل، لا ينظر في قرارات، لا يتخذ، لا يصادق على مشاريع قوانين أو شيء آخر. الحاجة المهمة، الشيء المهم الآخر الذي قرره رئيس الدولة هو أنه رفع الحصانة على جميع نواب الشعب، على جميع أعضاء البرلمان، وقال إنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية. دور النيابة العمومية أنها تتخذ قرارات لإيقاف كل من تعلقت به جريمة أو فساد أو شيء آخر. رئيس الجمهورية، وهذا قرار مهم جدا، سيتولى رئاسة النيابة العمومية لإيقاف أو لرفع الحصانة وإيقاف ومحاكمة جميع النواب الذين تعلقت بهم قضايا فساد، وهناك العديد من النواب تعلقت جميل. بهم قضايا فساد. خالد، ما دلالات هذه القرارات التي اتخذها سعيد؟ نعم، الدلالات يعني هذا يظهر وأن تونس لم يكن فيها استقرار سياسي منذ ثورة يناير 2011. لم تتوصل تونس إلى استقرار سياسي وإلى صيغة مقبولة لتوزيع السلطات بين البرلمان وبين الحكومة وبين رئيس الجمهورية. الحقيقة رئيس الجمهورية منذ أن تم انتخابه كان رافضاً للمنظومة السياسية، لنظام الحكم الذي أقره الدستور، والذي حقيقة ضغطت حركة النهضة لأن يكون الدستور بذلك الشكل، لأنها كانت تسعى إلى الحكم، والحكم بالنسبة إليها يعني غنيمة. هذه القرارات هي ضربة كبيرة وقاسمة لحركة النهضة التي يترأس زعيمها راشد الغنوشي البرلمان. الآن لم يعد لراشد الغنوشي أي سلطة في تونس، لا يمكنه اتخاذ أي قرار، بمعنى هذه ضربة قوية لحركة النهضة وحلفائها والحزام السياسي للحكومة التي أعلن رئيس الدولة أنه أعفى رئيسها. ستتغير الكثير من الأمور، ولكن يعني لا يمكن التنبؤ، يجب أن ننتظر ردود الفعل خاصة الشعبية ومن الأحزاب التي ربما ترى في قرار رئيس الدولة انقلابا في البلاد. نعم جميل. خالد تسمعني؟ نعم نعم. جميل، أشرت في سياق كلامك خالد بأنه القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي كانت مفاجئة للشعب التونسي. لماذا كانت مفاجئة؟ لأنه لا أحد كان يتوقع أن يتخذ الرئيس هذه القرارات، خصوصا وأن كما ذكرت الاحتجاجات التي شهدتها تونس بالأمس في كامل أنحاء البلاد لم تكن على درجة كبيرة من العنف، ولم يكن ما يظهر من خلالها أنه يلزم أن يتخذ الرئيس مثل هذه الإجراءات. فعلا كانت مفاجئة، لم يكن أحد يتوقع، باعتبار وأنه الرئيس سبق منذ شهرين أو ثلاثة لما كانت هناك إشكاليات في الحكومة، وقام رئيس الحكومة ببعض التغييرات والتعديلات في الحكومة رفضها الرئيس، قال أنه لا ينوي اتخاذ مثل هذه القرارات، لا ينوي تعطيل أي عمل. ولكن الرئيس اليوم يبدو أنه قدر وأن البلاد الآن في خطر سيدهم عليها، وقد تكون بلغته معلومات استخباراتية وأن هناك حتى من يسعى إلى رفع السلاح على الدولة ويسعى إلى القيام بعمليات تخريب في البلاد وخاصة بالليل. وكان رئيس الدولة حقيقة منذ أن تولى كرسي الرئاسة يشك في نوايا حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي، ويقول إنها ترى في السلطة غنيمة، وكان يعارضها تماما ويقف سدا منيعا ضد توجهاتها وضد أجنداتها. جميل، سريعا وبإيجاز خالد، ما هي الأصداء وردود الفعل حاليا في تونس؟ يعني الآن أنا قلت مفاجأة، ونحن الآن في تونس يعني في 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 فترة منع الجولان، لم تصدر بعد يعني ردود فعل، ولكن بعض الأحزاب الموالية للرئيس قد باركت هذا
هذه القرارات، وينتظر غدا أن تتبلور جميع المواقف. ويبدو أن أغلب الطيف السياسي ربما سيعبر عن رضاه لهذه القرارات التي على الأقل ستعيد المشهد السياسي في تونس. شكرا جزيلا لك خالد نجاح، كنت معنا من تونس.